نتواصل معكم نتابع المساحة القادمة تقرير عن تماسيح النيل. خطورتها هي أول ما دعتنا إلى اكتشاف عوالم الجمال والسحر في مناطق السكوت، إحدى المناطق المكونة لمنظومة التاريخ والجغرافيا بالولايات الشمالية، حيث تشكل التماسيح الخطورة المعنية على حياة الناس، خاصة وأن المنطقة تمتاز بكثرة الجزر والنتوءات والصخور. بدعوة من العنفرح أحد أشهر صائدي التماسيح بالمنطقة، وبمعيتنا هاشم صائد آخر من منطقة المحس، وبصحبة أهل الجزر المحيطة لمعرفتهم التامة بخطورة التماسيح هنا، بما تظل تشكلها من هاجس وخوف على امتداد الجزر والمناطق، توجهنا إلى حيث يتوقع تواجدها، وبدأت رحلة البحث عما يعيد توازن الانتظار والدهشة والشوق والتخوف، وما بين أن نسجل على خارطة الأيام كلمات للذكرى والتأريخ يمثل صيد التماسيح حرفة الكثيرين إلى جانب الزراعة، برغم أن الحرفة هذه أملتها ظروف بعينها. وما تزال الرحلة مستمرة، وإلى حين الظفر بصيد ثمين يزيح ما بنا من توتر وترقب، بدأ العنفرح يعيد بعضا من ذكرياته القديمة، وما بين الخطورة والمتعة والرفاهية تكمن بعض التفاصيل التي توحي بفراسة الرجل وخبرته الطويلة في هذا المجال. ربما تم تحديد الهدف في هذا المكان، ويبدو أن أحدهم نائم على الشط لا يدري أن أنظار الصائدين تترصد به وتتمناه لتبدأ عملية الصيد الفعلية. ورغم أنه متوسط الحجم، إلا أنه أرضى بعضا من الغرور في رحلة صيد استمرت لبضع ساعات، لننطلق بعد ذلك إلى حيث أتينا.